السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا بي اللي يتبعوا في اللايف؟ إذا كان الصوت مسموع وواضح يعملوا لي إشارة بأن الصوت واضح حتى نبدأ في سرد قضية تصدير الغاز المعروفة بتصدير الغاز إلى تونس دون رقابة جمركية. مانيش عارف الصوت واضح ولا لا. اوكي واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم والسلام كل الى كل متتبعين الصفحة والى كل الاحرار في الجزائر والى الزملاء والرفاق المناضلين. اليوم تلقيت العديد من الاتصالات من طرف المتتبعين والكثير من سمعوا قضية تصدير الغاز دون رقابة، لكن أعتقد أنه ما عندهمش فكرة حول الموضوع بالضبط. اليوم مع تزامنا كذلك مع تصريح اليوم الناطق الرسمي لشركة سوناتراك بأنه الغاز ما فيش، ما كانش حكاية ما يسمى بتصدير الغاز بدون رقابة وأنه فيه ناس مستفيدين من تصدير الغاز. ولهذا اليوم حبيت أني نتكلم على القضية المعروفة، القضية اللي كشفتها في سنة 2011، وفي نفس الوقت نتطرق الموضوع المهام الجمارك فيما يخص تصدير الغاز ومراقبتها لتصدير الغاز. ماذا بيا من الإخوة كامل يشاركوا الفيديو حتى توصل المعلومة والفكرة والتوضيح لجميع المتتبعين، لأنه فيه لغط كبير وفي مغالطات حتى في حكاية الغاز وكيفاش يروح ومنه المستفيد منه ومنه اللي يقدر يدير يسرق الغاز وكيفاش تم عملية سرقة الثروة الوطنية والدخل الأول للخزينة العمومية وهي المحروقات. أوكي الصوت واضح. بداية الآن، أي عمليات معروف في الجزائر وفي كل الدول أن كل عملية تصدير تشرف عليها إدارة الجمارك بما فيها البترول والغاز. القانون الجزائري يحتم على أي شركة سوناتراك أو حتى المتعاقدين معها من شركات أجنبية، شركات أمريكية، بريطانية، فرنسية، أو مجموعات شركات مثل اللي في بركين وفي عين صالح وفي عين ميناس وفي عدة مناطق. القانون الجزائري يقول لك كل عمليات تصدير الغاز أنه لازم يكون فيها أعوان جمارك هم اللي يراقبوا عملية التصدير، وهم اللي يشوفوا كميات تصدير كميات الغاز أو بترول المصدرة للخارج أو لبعض الدول. حبيت هذه من جهة، وجهة أخرى أنه كيفاش يتم عملية تصدير الغاز والجهات اللي يتم من خلالها تصدير الغاز أو في الحدود أو عن طريق الميناء مثلا كما أرزيو وسكيكدا وبجاية، في أنواع للبترول وفي أنواع للغاز. حبيت برك نبدأ الساعة بالقضية نتاعي اللي كشفتها، وهي قضية تصدير الغاز الجزائري إلى تونس بدون رقابة جمركية سنة 2011، والتقرير اللي كتبته أنا سنة 2011 يعني تقرير كان يسرد ممارسات لا قانونية سبقت قبل ذلك التاريخ بعدة أشهر أو سنوات. وبالمناسبة وقتها كان مازال بن علي هو على رأس الدولة التونسية، وأيامها كانت بداية الربيع العربي. عملية تصدير الغاز إلى تونس المعروفة التي أخذت حيز كبير وقتها سنة 2011 وسنة 2012، اللي ما يعرف بتصدير الغاز إلى تونس دون رقابة جمركية انطلاقا من المنطقة الحدودية البرما. في شهر
بداية كنت في شهر أفريل، أنا كنت جمركي لمدة بداية، مساري المهني كان في قطاع الجمارك بداية من تقريبا من 2001، من 2000 حتى إلى غاية 2011 و 2012 تم رسميا قرار العزل نتاعي من الجمارك على خلفية هذه القضية بالضبط، وعلى خلفية كشفي لهذا الملف. في 2011 أفريل، بداية أفريل، كنت في حاسي مسعود، وكنت أشتغل في حاسي مسعود، وبالمناسبة كان هناك أعوان جمارك وإدارة، كما نعيد لأنه في إخوة التحقوا بنا غير الآن، إدارة الجمارك ملزمة بالوجود الجسماني في كامل المناطق التي يتم منها تصدير الغاز أو البترول. يعني أعوان الجمارك في كل المناطق، إذا كان في مناطق الإنتاج في الجنوب أو في مناطق كذلك إنتاج ومنها يتم تصدير مثلا في الشمال، كلها تحت رقابة الجمارك. يعني كل المصانع اللي يقوم التي يتم منها تصدير الغاز أو البترول فيها يكونوا فيها جمارك على مدار 24 ساعة، يعني يكونوا أعوان جمارك منتدبين في هذه المصانع. يعني أنه الجمارك على مدار 24 ساعة، على مدار 24 ساعة من عملية الضخ، إذا كان غاز أو بترول، الجمركي هو يوقف على يراقب ويوقف على عمليات التصدير. فيه التصدير، فيه عمليات مراقبة يعني بدائية، مثلا كما اللي يديروا عمليات القياس بالجورجاج كما اللي باك تاع البترول، وكان أجهزة تخضع لسياسة الجودة، هي من خلالها يعرفوا الكميات، مثلا خاصة يستعملوها في الغاز، هي اللي يستعملوها في عمليات تصدير الغاز. في أفريل 2011 استلمت أمر بمهمة أورد ميسيو باش نروح للبرما، على أساس باش نراقب عمليات تصدير الغاز من منطقة البرما الحدودية، والمصنع هذا اللي في البرما من خلاله تتم عملية تصدير للشركة التونسية للكهرباء والغاز. الشركة التونسية للكهرباء والغاز هذه يقال أنها مسيطر عليها المسمى سليم شيبوب. سليم شيبوب هذا صاهر بن علي، ومن خلال تصدير عمليات الغاز من البرما للشركة التونسية للكهرباء والغاز، أعتقد أنه في حتى شركة تونسية للكهرباء والغاز المسمات بستاج ثانية تدير بعمليات تصدير أخرى للدول الأوروبية. أنا في أفريل 2011 استلمت أمر بمهمة للسفر أو للذهاب إلى مصنع البرما الذي يبعد تقريبا 400 كيلو شرق حاسي مسعود، باش نروح نراقب عمليات الغاز تصدر من البرما. من خلال استلامي لأمر المهمة أعطوني الختم الخاص بإدارة الجمارك، وهو المفروض أنه الختم بتاع إدارة الجمارك اللي بواسطته نقوم بالتأشير أو ختم جداول الإرسال أو جداول اللي تبين كميات التصدير، أعطوني الختم. مفروض أنه الختم يكون على مستوى المصنع، ويكون هناك أعوان هم اللي يراقبوا. عندما استلمت أمر بمهمة استفسرت، قلت لهم بالكيفاش باللي راهو أنا المفروض أنه يكونوا جمارك في المصنع، يعني استلام المهام يكون في المصنع ما يكونش في حاسي مسعود. قالوا لي روح بركة، روح أمضينا على الكشوف في رأس الشهر ومن بعد تعال أبقى يومين وثلاثة. قلت لهم هذا غير معقول، أنا نعرف القانون وعلى حساب خبرتي في إدارة الجمارك أنه الجمركي يبقى في المصنع على مدار 24 ساعة، وكل يوم يكون الجمركي في المصنع، يعني يراقب عمليات تصدير. كي استفسرت وحاولت نرفض أني باش ما نتحملش المسؤولية، وقلت لهم لازم تبعثوا معايا لجنة لتسليم واستلام المهام باش ما نتحملش المسؤولية بأثر رجعي، قالوا لي تروح ين نفصلوك من العمل ونديروا لك مشكل وملف تأديبي. أنا درت حسابي ودرت الإجراءات اللازمة، وفي نفس الوقت رحت.
رحت للمنطقة هذه تاع مصنع البرمة اللي من خلاله يتم تصدير الغاز، لقيت ولا جمركي، يعني أنه هنا غياب الجمارك هو خرق صارخ لقانون الجمارك، يعني انعدام رقابة، يعني المفروض أن يكون جمارك، ثم لقيت الجمارك. من بعد اكتشفت كي رحت للمصنع، اكتشفت أنه من خلال السجلات ومن خلال كشوفات التصدير والعمال اللي ثم عمال سوناتراك، كي سألتهم قلت لهم كيفاش راكم تعملوا الآن وتصدروا في الغاز بلا ما يكون هناك جمركي، وجود جسماني للجمارك اللي باش يراقبوا عملية الغاز. قالك عندنا عندنا شهور أو سنوات وما اعتدنا بهذه الطريقة، أنه يجي الجمركي في رأس الشهر يمضي على الكشوفات على بياض بأثر رجعي، ويجوا ممثلين شركة تونسية يدخلوا على الحدود بطريقة استثنائية، ونمضي معاهم، يعني يمضوا معاهم الكشوفات اليومية والكشوفات الشهرية تاع التصدير وخلاص، ومن بعد نديروا عمليات الفوترة أو شيء من هذا القبيل. وهذا عرفت بلي راه عمل غير قانوني، وأنه ما فيش رقابة حقيقية لعمليات تصدير الغاز، يعني وكأنه شخص فاتح العين تاع الماء والحنفية تاع الماء ويطلقها، ويجيك من بعد واحد يدي يعمر وش يعمر الماء، ومن بعد يقول لك هذا وش ديت، يعني من بعد انت تمضي على كشوفات على بياض وبأثر رجعي ماكش عارف هل هي صح حقيقة هذيك الكمية ام لا. من بعد انا جبت الكشوفات والأدلة اللي تثبت انه انعدام رقابة، وأنه فيه وتبعات انعدام رقابة تلقائيا مش يكون فيها هدر للمال العام للثروة الوطنية، وما يكونش قياس حقيقي للثروة الغاز التي تصدر. ودرت تقرير على النحو الآتي، تقرير بعثته للمسؤول المباشر تاعي بأنه إدارة الجمارك تخلت على المهام المنوطة إليها طبقا للقانون، وأنه في تخلي عن الرقابة، وهذا هدر للمال العام وهدر للثروة الوطنية، وفيه شبهات فساد، ولازم إفاد بلجنة تحقيق، ولازم تبعوا المتسبب في اللي اعطى اوامر انه باش يكون اعطى اوامر باش تكون الرقابه منعدمه في هذا المصنع، وفي نفس الوقت انه من المستفيد، وكيفاش تبقى العمليه هذه لاكثر من سته لاكثر من شهور وسنوات بالطريقه هذه، ولا وما تراجعوش على الطريقه هذه. يوم 20 ابريل 2011 كتبت تقرير، كتبت فيه الحيثيات باللي راهو فيه انعدام رقابه، باللي راهو كشوفات تمضي على بياض، باللي راهو ما فيش رقابه حقيقيه على عمليات تصدير الغاز، راهو فيه شبهات فساد، باللي راهو ما كانش راكم خرقتوا القانون، باللي راهو غير سوناتراك مسؤولين من سوناتراك، والممثلين التونسيين هم اللي راهم عندهم عارفين كميات الغاز، لكن إدارة الجمارك ما عندهاش معلومات حقيقية، وراهو خرق للقانون، وراهو إمضاء على بياض فيما يخص هذا التصدير. وفي خلاصة التقرير كتبت باللي راهو أنه باللي راكم تتحملوا المسؤولية، وباللي راهو هذا هدر للمال العام وهدر للثروة الوطنية وضرب للأمن القومي. بعد التقرير هذا أرسلته للمسؤول الخاص مدير الجمارك بحاسي مسعود. من المفروض أنه كنت منتظر أنه باش يكون إفادي بلجنة تحقيق على وجه السرعة، لكن للأسف الشديد أنه يحاولوا أنهم يضغطوا علي نفسيا ومعنويا، وحاولوا أنهم يديروا حتى في الأول أني عندما رفضت أني باش ما نتحمل المسؤولية، حاولوا أن يديروها لي ملف تأديبي، أو أني نختلق في مشاكل باش مانيش مهم، يحاولوا انهم باش بطريقه او باخرى باش يضغطوا علي اني نتراجع او من نستمرش في 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 الكشف عن القضيه. بعد كتابه التقرير بعثوا لي عده استفسارات كتابيه كلها تخرج اطار
كانت خارج كامل الإطار الحقيقي اللي للقضية أو مجريات القضية أو الحيثيات القضية، أو باش يقولوا لي كيفاش والله علاش والله خلي يستنى الساحة نبعثوا لك لجنة التحقيق. كل شيء هذا وني ما كانش. بعدها بأربع أو خمسة أيام أنا بعثت على وجه السرعة، بعثت التقرير نتاعي عن طريق الفاكس، والفاكس وعندما رحت باش نبعثه عن طريق الفاكس لأنه المكتب تاع الجمارك ما كانش عندهم معدات، ما كانش الفاكس في مكتب الجمارك في المكتب المنتدب في مصنع البرمة. حاولت أن أتصل بإدارة سوناتراك يعني باش نرسل هذا التقرير من إدارة سوناتراك. كي شاف المكلف مدير سوناتراك في البرمة شاف التقرير، عرفوا أنه بلي راهو تقرير كشف للحقيقة، وربما أنه تكون عنده مجريات أخرى وتكون عنده أثر كبير عليهم، رفض أنه باش من خلاله باش نبعث من خلال المكتب باش نبعث الفاكس التقرير من المكتب نتاعو. خرجت خارج المصنع البرمة ورحت لأحييه بالمناسبة الأمين العام، أعتقد يسموه قويدري، أمين عام بلدية البرمة، هو اللي رحت له في بلدية البرمة واستقبلني في المكتب نتاعه، ومن خلال المكتب نتاعه أني أرسلت التقرير هذا من عبر الفاكس من مكتب الأمين العام لبلدية البرمة. بعد ما أرسلت التقرير كما قلت أنه المفروض أنه ياخذوا القضية بعين الاعتبار ويكون قضية محل استعجال ومحل تحقيق. كانوا بعثوا لي استفسارات كيفاش تبعث في التقرير عن طريق الفاكس، وعلاش ما بعثتوش عن طريق البريد العادي، وكيفاش بعثتوا من البلدية ما بعثتوش من سوناتراك. يعني أصبحوا يختلقوا مشاكل وأسباب أني باش نتراجع أو باش نتراجع على الكلام اللي قلته، وكانت كلها خارج الموضوع. بعد تقريبا بأربع أيام أو خمس أيام سري بالتقرير. أعتقد مازال مش عارف الجهة اللي سربت التقرير، لكن هو أنا الجهة اللي بعثت لهم التقرير هم المسؤول نتاعي المباشر عن طريق مركز الإشارة، وبعثت للمكلف بمفتشية المحروقات لمراقبة المحروقات، وكذلك المكتب رئيس المفتشية الأقسام بحاسي مسعود. بعدها مباشرة قلت بأربع أو خمس أيام تسرب التقرير لجريدة الشروق، وكان من بند العريض في جريدة الشروق تصدير الغاز دون رقابة أو شيء من هذا القبيل، وعمل ضجة. مباشرة استدعوني في باش ننزل من منطقة البرمة، منطقة البرمة هذه اللي تبعد 400 كيلو على حاسي مسعود، وتم استدعائي من طرف المديرية العامة للجمارك بالجزائر العاصمة. في الثاني من ماي، بعد أنا التقرير في 20 أبريل، الثاني من ماي تم استدعائي من طرف مدير الإدارة العامة بالجمارك المدعو جزولي بوجلطية، كان هو مدير الإدارة العامة وكان نائب ومدير الموارد البشرية والمدير العامة بالجمارك سنوات، تقريبا من سنة وقيل تنحم سنة 2014 أو 2015. كنت أعتقد أنه إدارة الجمارك والمديرية العامة على مستوى مركزي، أعتقدت أنه الاستدعاء تاعي باش فقط للتحقيق ومتابعة القضية بجدية أو شيء من هذا القبيل، لكن للأسف أنه عندما دخلت على مكتب المدير الإدارة العامة كان الطريقة نتاعه والنبرة نتاعه وكأنه تهديد ووعيد، وانت تلعبها فاهم وشد الظل ونرحوك وكذا، وهذا الكلام هذا الكلام السوقي تاع تهديد ووعيد وكذا 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 منها، والتحقيق وفوتوني على باش يديروا لي محضر سماع. المحضر سماع
كانوا مركزين كامل كيفاش كتبت ولا كيفاش تأخرت ما رحتش لمنطقة البرمة، وشكون اللي سرب التقرير لجريدة الشروق. هذا هو كان الموضوع، يعني أنهم مش كانوا جديين في التحقيق في القضية ما كانش. بعدها مباشرة تقريبا بعدها بشهر أو بشهرين بأسبوعين أو ثلاثة تم استدعائي للجنة التأديب، وكان دائما من المفروض أنه يكون تحقيق حول قضية ومجرياتها وأسبابها وكيفاش تمت عملية الممارسات اللاقانونية هذه اللي كانت في تصدير الغاز. كانت مركزين أكثر على من هو اللي سرب التقرير، وانت كيفاش تدير التقرير وكيفاش تبعثه من بلدية. هذا مكان يعني باش يديروا لي ضغط نفسي معنوي باش يخوفوني اني باش نتراجع وما نبقاش نتكلم على القضية، وباش يندموني علاش راني تكلمت على القضية. فوتوني على لجنة التأديب وداروا لي وقتها مانيش عارف بالضبط، داروا لي عقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة، وحبوا أنهم يلصقوا فيها تهمة أني سربت التقرير لجريدة الشروق. بعدها داروا لي بعدها جات المفتشية العامة للجمارك. المفتشية العامة للجمارك عملوا التحقيق نتاعهم وسمعوني أنا الأول وسمعوا جميع الأطراف. المفتشية العامة دي تابعة لإدارة الجمارك، ووقفوا المحققين على كل حال. وقتها قالوا لي انه وقفنا على حقيقه وش تكلمت في التقرير كامل وش كتبت، واعطيتهم البيانات وكل شيء. هما عن بالهم غير كلام فقط وكتابه في التقرير، لكن كي شافوا الملف اني جبت جميع الكشوفات وجميع التقارير والسجلات التي كانت تمضى لفتره لاكثر من عده شهور او سنوات، وكانت عندي كل تقريبا صورت كل جداول الإرسال تاع التصدير لأكثر من سنة وقتها أو سنتين كامل كانت عندي، وكانت عندي نسخ منها عديد من النسخ. وقفوا على حقيقة وش قلت في التقرير. بعدها جات مفتشية العامة المالية، هذه تابعة لوزارة المالية كذلك، ما سمعونيش مفتشية العامة المالية، لكن راحوا المنطقة البرما زادوا كي راحوا المفتشية العامة للجمارك المفتشية العامة المالية اكتشفوا شيء آخر اللي كنت أنا ما كنتش ربما ما عنديش خبرة فيه. اكتشفوا حتى العمليات التصدير كانت غير مراقبة، وحتى الأجهزة اللي كانوا يراقبوا فيها لا تخضع لسياسة الجودة سياسة الأجهزة القياس لا تخضع لسياسة الجودة، يعني حتى الأجهزة اللي قيسوا بها كانت قيسها بيبري، يعني ما كانش تعطي الكمية الحقيقية صح اللي كانت تصدر. بعدها كان ملخص للمفتشية العامة للمديرية العامة للجمارك ومفتشية العامة المالية، وكانوا تداروا تعملوا تقرير كامل. ومن بعد أعتقد كانت في تعليمات من رئاسة الحكومة، ومن بعد تقرير مفتشية العامة المالية أمضى فيه أعتقد وقتها كان تقرير سري، وأمضى فيه وقتها كان رئيس الحكومة أبو يحيى، والتقرير من بعد مدير العام للجمارك بودربالة محمد، وقتها كان محمد عبده بودربالة، دار تقرير ملخص على عمليات التفتيش اللي قامت بها المفتشية العامة المالية وعمليات التفتيش اللي دارت بها المديرية العامة المفتشية العامة للجمارك المفتشية العامة المالية، وقروا بحقيقة وش كتبت أنا في الموضوع. أنا قلت ربما حقيقة أنه قاموا بعملية تحقيق وأقروا وش كتبت أنايا وكل شيء. قلت ربما أنه خلاص القضية خلاص أنهم باش يسدوا الثغرات لكن تفاجأت من بعد أنه أعتقد التقرير هذا ثاني كذلك، هذا التقرير ربما هذا المفتشية العامة وفيه هنا كل المراجع نتاع المفتشية العامة المالية ومفتشية العامة للجمارك ممضي فيه محمد عبد بودربالة، كل هذا تقريبا من ثلاث نسخ كذلك نشر في بعض وسائل الأخبار وسائل في الصحافة
وقالوا باللي راهو رشيد عوين، باللي راهو مفتشي العام الماليه ومفتشي العام الجمارك ومدير العام للجمارك محمد عبد البدر بالا يقر بان هناك شبهات فساد، بانه فيها ممارسات لا قانونيه، وبانه فيه تصدير صح كان تصدير الغاز الى عائله طرابلسيه كان بدون رقابه جمركيه وشيء من هذا القبيل. انا الحق في الاول كانت قلت ربما انه صح، ربما فيه نيه حسنه انهم باش يسدوا الثغرات او لوقت كل الممارسات لا قانونيه واجهاضها، لكن بعد فجأت بشيء اخر، كان تهديد مباشر. اعتقد انه ربما انه كان يحاول انه عبد بدر بالا بعد الكشف اللي كشفته وانه يحاول يتستر او بطريقه او باخرى، لكن عندما كشف التقرير في وسائل الاعلام في اخبار يقول انه فيه بعض المصادر بعدها، لانه انا بعد هذا كامل وقفت وقعدت نتبع في القضيه نتاعي، ثم بديت نستنتج انه حتى بودربالا كانت فيه تعليمات من رئاسه الجمهوريه انه لازم الموضوع هذا ما كانش يخرج بالطريقه هذه، وما كانش مفروض انه التقرير كما هذا سري ان نخرجوا يخرج الوسائل الاعلام، وكانهم يقولوا بلي راهو احنا صح فاسدين وراهو كانت فيه فساد ويقروا به، ولهذا حاولوا انهم يتخلصوا مني. بدأ الامر كان تهديدات بالترهيب، وكانوا انهم يقولوا لي شد الظل وشد الحيط، وواحد هذا المدير النائب المدير العام قال لي نرحيك، وقال لي حاجه كلام دوني، كان هو حاضر وكان النائب نتاع حاضر في المكتب، وكاني سارق ارواح وجبت في المحفظه نتاعك، افتح المحفظه نتاعك وجبت وكذا 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 منه، كلام سوقي تاع واحد، وكانه شد مش عارف شد لص. بعد التقرير هذا اللي قروا فيه باللي راهو كان ممارسات لا قانونيه، كان في تهديد، كان في وعيد، كان فيه ترهيب. بعدها فوجئت بتحويل تعسفي لمنطقة أم البواقي. وهنا منطقة أم البواقي كانت عندي عليها عدة استفهامات. منطقة أم البواقي هذه، منطقة أم البواقي هي المنطقة هذه، كنت أنا قبل القضية هذه كانت عندي قضايا أخرى في إطار مكافحة الفساد عندما كنت جمركي. كان هناك ملف إعطاء تصريح وإعطاء تصريح واعتماد لمستودع تحت الرقابة الجمركية لابن الجنرال أحمد بوسطيلة. المستودع هذا يسموه مستودع الفنك. كانت الأرض ما زالت على بياض، أعطاهم بودربالة، أعطاهم الاعتماد، والاعتماد مفروض اعتماد باش يعطوا اعتماد لأي اعتماد لمستودع يحفظ على الرقابة الجمركية تكون فيه عدة شروط، بما فيها أنه يكون المبنى مهيأ، فيه مستودعات يخضع لسياسة الجودة، فيه محضر يقوم به حماية المدنية، محضر الجمارك، محضر، ويعطوا اعتماد كامل ويعطوا ملف كامل، بعدها باش يعطوا الاعتماد. بودربالة وقتها وبتواطؤ من مدير جهوي الآن ربي يرحمه يسمى كان عبد المجيد بوزبير، كان بتواطؤ منها أعطوهم حر محاضر مزيفة لأجل التسريع في وتيرة بناء لأجل التسريع في وتيرة الوثائق والإجراءات القانونية باش أعطوهم الاعتماد. وبعد القضية هذه حاول أنهم يتخلصوا مني بطريقة غير مباشرة، أنهم قالوا البوسطيلة وقتها، البوسطيلة ربي يرحمه، قالوا باللي راهو رشيد عوين هذا الجمركي هو اللي كان يخلط، وكان هو اللي يحاول أنه يشوه الصورة باللي راهو هو اللي كان عنده ملف باللي راهو كشف، يقول باللي راهو بودربالة وبوزبير هذا باللي راهم هما اللي أعطاه اعتماد مزور أو بدون وجه حق.
ولهذا الدولة هم لهم البواقي يحاولوا أنا بطريقة أو بأخرى، ووصلت تهديدات أنهم باش نديروا ونفعلوا فيك وكذا 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 وكذا. لكن أنا كنت تحت طائلة قانون 90-14، كنت نقابي، ثم كنت عندي شهرين وثلاثة دخلت النقابة، يعني كان تحويل تعسفي. بعد كما بعد التحويل التعسفي جاني أمر أمر بالتوقيف، وبعد أمر بالتوقيف قرابة 6 أو 7 أشهر من التوقيف مفروض أن نفوت الإجراءات القانونية، نفوت على لجنة تأديب أو لجنة انضباط ويدرسوا الملف نتاعي، لكن كانوا راكدين على الملف. بعدها رحت لل قبل فاتت 4 أو 5 أشهر، حررت رسالة لكل من رئيس الجمهورية، وزير العدل، المدير العام للديوان المركزي لمكافحة الفساد عبد الملك السايح، القائد الأركان، الأجهزة الأمنية كامل، بعثت لهم كامل. لكن للأسف أنه اللي تروح لا تلقى الباب موصود. النائب العام تاع ورقلة كل بعث لهم رسائل، وكانت كلها هذه الرسالة هاي في وزارة العدل في 2 فيفري 2012. تفاجأت أنه مدير الموارد البشرية في وزارة المالية عندما دخلت له قال لي بصريح العبارة، قال لي صح أنت عندك الحق وكذا ومنا، لكن الله غالب مدير العام للجمارك منه للرئاسة، منه للسعيد بوتفليقة وكذا 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 وكذا، ومنه الكلام هذاك اللي راهو حتى احنا يعني حتى في القانون ما نقدروا نديروا لك حتى شيء، يعني اصبر وخلاص واحتسب وهذا مكان. ودخلت على المدير العام للديوان المركزي لمكافحة الفساد عبد الملك السايح اللي كان نائب عام، ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد هذا تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يعني الديوان المركزي لمكافحة الفساد تحت السلطة نتاعو هذا المدير، أجهزة أمنية، قضاة محاسبين، جمارك، كل الأجهزة اللي عندهم ضبطية القضائية كامل تحت التصرف نتاعو هذا عبد الملك السايح، اللي كان ربما انه قلت ربما انه بشي كان في بداياته وقتها، وقيل عنده شهر او شهرين من فتحوا المركز نتاعهم في الحامة في الجزائر العاصمة، ضربني على كتفي وقال لي هذه هي الجزائر يا ولدي. قلت له اعتقد انه كي تقول لي كيما هكا هذه الجزائر يا ولدي، قلت له اعتقد يقولها واحد في منأى عن سلطة القرار، يعني ما عندهاش سلطة القرار يقول لي واحد عادي يقول هذه راك في الجزائر يا ولدي. لكن قلت له ما عندباليش اني انت مدير عام للديوان المركزي تقول لي هذه هي الجزائر يا ولدي. المهم خرجت عرفت باللي راهو الناس كامل انهم يعني الاسم انه مكافحة الفساد لكن ماهوش مكافحة الفساد. بعد تقريبا شهرين او 3 أشهر ما التقيت حتى جواب او رد من اي جهة معينة، رحت لجريدة الشروق، درت حوار مع الصحفي بالقاسم عجاج وحسان حويشة، ودرت معاهم حوار سردت فيه القضية كما سردتها الآن، وخرجت ببند العريض وفي الصفحة الأولى. عشية الحوار هذاك، في عشية الحوار المدير العام خلال 6 أشهر اللي قبلها و7 أشهر كان مرقد الملف نتاعي في الأدراج في المكتب نتاعو. نهار الحوار مساء أمضى على قرار العزل النهائي من قطاع الجمارك، يعني انتهى وانت تتكلمها وإحنا نازلوك نهائيا من قطاع الجمارك. بعدها مباشرة بعد الحوار بعد بيومين أو 3 تحركت أعتقد كانت في رسالة من وزارة العدل تجاه أرسلوا النائب العام الورقلة، والنائب العام الورقلة عم بعث الضبطية القضائية للدرك الوطني وسمعوني في القضية، وبعدها سمعوني في القضية الدرك الوطني وسمعوا كل الأطراف، أعتقد سمعوا حتى المدير العام الجمارك شخصيا، وسمعوا سوناطراك، وسمعوا وراح سمعوا
مدراء مركزيين في سوناتراك، وسمعوا وقيل حتى المشرفين على مصنع البرما. لكن قلت ربما فيه بوادر، ربما تتحرك القضية. لكن من ذاك من يوم التحقيق لما تلقى أي رد، من يوم التحقيق ما لقيت حتى ما ردوا لي ولا بشيء إلى يومنا هذا. وحكم عليها مثل القضية، قضايا الفساد حكم عليها بالموت في أدراج العدالة. كنت انتظر